فزت عنا من ديار الوطن أهل حبايب مرحبا عالدماء نعشق وطننا عد ما صرنا أهل ضد المصايب مرحبا بالليلنا فزت عنا من ديار الوطن أهل حبايب مرحبا عالدماء نعشق وطننا عد ما صرنا أهل ضد المصايب مرحبا عد ما الماضي سكننا من تراث أجدادنا فن وعجايب الحسا في حسنها كل تغنى كل ما في أرضها زين والطايب مرحبا بالليلنا فزت عنا من ديار الوطن أهل حبايب مرحبا عدنا نعشق وطننا عد ما صرنا أهل ضد المصايب ديرتين نهوى ثراها لين صنا عهدنا عن حبها ما حد بتايب ديرة الحب اللي ذي يحتار منا لو تغيب أرواحنا ما هو بغايب يشهد الله على حبك وفنا عاشقينك يا الحسا طفل وشايب ديرة لا مرة حد غصن تثنى تمر يتساقط كرم ما هو طلايب مرحبا بالليلنا فزت عنا من ديار الوطن أهل حبايب رحيم مطعم زمان الأول هذه الجلسات الخاصة تفضل هذه جلسة خاصة لما انت شايف فيها الشلال خاص بيها جلسة خاصة طبعا الجلسات الخاصة عندنا بتيجي عليها رسوم بس طبعا اذا فيه ضيوف عندنا من خارج الاحساء هذه الجلسات بتعطى لهم مجانا طبعا هذه الجلسة الخاصة بيجي معها الشلال زي ما انت شايف طبعا وهنا في عندنا الجلسات اللي هي خاصة لجلسات كبيرة كلها في حاجة 20 شخص 25 شخص تفضل زي كده تفضل جلسة مكيفة و زي ما انت شايف كده تكفلها تقريبا 20-25 شخص كانوا بعد فيها عزكم الله دورة مياه وفيها مغاسل هذه الجلسة الخاصة بتكون خاصة بكم التواليت وفيها المغاسل بتاعتها خاصة بيها حياكم الله طبعا في عندنا استراحة خاصة اللي فيها استراحة جارية وفي هذه فيها بركة سباحة واشياء تانية تعال نشوفها مع بعضين طبعا هذه فيها اول جلسة جلسة خارجية طبعا اذا في مطر ولا شيء موجود المظلة لا مطر ولا اي شيء طبعا في الحين طبعا عزكم الله فيها دورة مياه خاصة بيها والمغاسل خاصة بيها وفيها بعد كمان جلسات كلها فيها جلسات خارجية بعد زي كده هذه طاولة الطعام كمان بعد فيها مكيفة ونفس الطراز القديم فقط برضه الحصير والخوص نفس الكلام وهنا طبعا عندنا القسم الثاني بعد فيها جلسات خارجية وفيها خاصة هذه إيجار يومي هي طبعا احنا ممكن في نسوي فيها حفلات نسوي فيها اشياء زي ما شفتوا فيها جلسات كتير وخاصة للضيوف يعني الضيوف اللي بيجوا من الخارج او حق الشركات او الهيئات والاشياء دي كلها تبع الضيوف والناس اللي في الفي اي بي يعني فيها طبعا عزكم الله لازم شيء الحمامات خاصة بيها والمغاسل وفيها جلسات خارجية طبعا الجلسات الخارجية دي كلها ما شاء الله يعني تقريبا فيها لا يقل عن 56 جلسة الجلسات كلها جلسات مفتوحة ومو كلها مفتوحة يعني شوية مفتوحة وشوية زوايا يعني زي ما انتم شايفين كده الجلسات الخارجية زي كده طبعا الجلسات نفسها كل جلسة وليها عدد معين يعني تقريبا كلها 7 أشخاص طبعا بجوار الشلال الشلال شغال زي ما انتم شايفين من ضمن برضه الجلسات الخارجية دي جلسة صغيرة ممكن تشيل لها 5 أشخاص
او شخصين عادي مو مشكله، ممكن وقت العصريه تشرب شاي، تتقهوى، تشوف الحلقه، كل هذه الاشياء موجوده. جلسه صغيره جنب الشلال زي ما انتم شايفين، الشلال شغال والدنيا تمام يعني، الجو حلو. ده لابد من الجلسه الخارجيه طبعا. برضه هذه الجلسات الخارجيه برضه من ضمن الجلسات، هذه عدد وسط ممكن تشيل لها 10 اشخاص 12 شخص، وفي بعد كمان اكبر عدد 20 و25 تشيل، بس حاليا فيهم زباين يعني ما نقدر نصور وفيهم حد. غرف داخليه مسكره فيها مكيف خاص بيها، وزي ما انتم شايفين ليها بلكونه بره خاصه بيها، اللي بيجلس بره اللي بيجلس داخل. زي ما انتم شايفين غرفه هذه حق شخصين فقط بس، فيها مكيف بتاعها ونفس الطراز القديم برضه، الحصير والفوس. جلسة برضه خارجية من ضمنها في كده ألعاب أطفال فيها، زي ما انتم شايفين الأطفال بيلعبوا مسرورين. طبعا هذه الجلسة الداخلية الكبيرة هتشيل لك 9 أشخاص، 7 6 مو مشكلة يعني، برضه مكيفة ونفس الكلام طراز القديم، الخوص والحصير. أنت يا كف الحسا واذكر سبايب فرحته. داخلين حاليا على الصالة، هذه صالة كبيرة تقريبا تشيل لها حوالي 10 عوايل. الصالة الكبيرة دي هي حق حفلات وحق مؤتمرات واشياء من كده، زي ما انتم شايفين احنا طبعا مسوينها بارتيشنات، ممكن وقت مثلا لما يكون عندنا حفلة ولا شيء تشيل البارتيشنات دي وتصير كلها مسرح فيها كمان. بعد في عندك المساحات هذه مثلا زي الغرف هذه، احنا مقسمينها غرف زي ما انتم شايفين. كمان ممكن احنا نسوي عندنا لو في عيله كبيره مثلا حق 100 شخص مثلا، ممكن احنا نسوي لهم كحفله، نشيل كل البرتشنات هذه بتتشال ونسوي لهم كراسي وطاولات، وهذا المسرح نفسه يبون سماعات يبون اي شيء. طبعا هذه في سبيل الفضل ان هي تكون عائليه.